محافظ صلاح الدين يتابع ميدانيا من سامراء إجراءات الوقاية من إنفلونزا الطيور، ويعلن السيطرة على الوباء بانتظار مهلة المراقبة الصحية. جنايات صلاح الدين تحكم بالإعدام على المجرم باغتيال أحد الموظفين في شرقاطة، وعملية أمنية استباقية ضد داعش في بلد. والحكومة توافق على تأجيل الانتخابات، وأبناء المناطق المحررة يطالبون سياسيها باستغلال الوقت لإنهاء مآسي المعتقلين والنازحين والعاطلين.